اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب على كل اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى في انحاء العالم. مطبخنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. بنكون حريصين من الاجازه او اللي احنا بنتابع السوشيال ميديا، ايه الاكلات اللي انتوا حابينها، الاسئله اللي بتسالوها، الحاجات اللي حابين نعملها مع بعض. فمن ضمن الاسئله، واحنا خصصنا يوم السبت بنجاوب على كل الاسئله اللي بتكون موجوده على السوشيال ميديا، الفراخ المشويه على السيخ تتبيلتها بتبقى ازاي وبطريقه جديده. يعني عارفين الشيش طاووق، عارفين فراخ مشويه على الفحم، فراخ مشويه بالبصل والطماطم مسخن وهكذا. هعمل النهارده فراخ مشويه على السيخ بطريقه جديده، التتبيله لا فيها لا كمون ولا كزبره، هي صويا صوص وتوم وعصير ليمون. الطعم هيجي منين؟ من البساطه والسهوله والمرونه. معانا الرز سلطة النهارده، تشكيله الخضار اللي فيها بتفتح النفس، وخاصه لون الجزر البرتقاني مع بيض مسلوق مع كالسيوم مع معادن. السلطه دي فيها البروتين، فيها الالياف، فيها كل حاجه حلوه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي مع المايونيز والمستردة. طعم المايونيز مع المستردة بياخدنا لمكان تاني، بيبقى طعمها مميز. الحلو بتاعنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. شرايح التوست اللي بنعملها كلاب ساندوتش او بنعملها لاولادنا في التوستر، هنعملها النهارده حلوه بالقشطه والعسل. فكره الشيف المغازي بسيطه وسهله وحاجه مش مكلفه، ولكن الحلو طعمه جميل زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل السلطه بتاعتنا الحلوه، نتفنن فيها. مقادير السلطه على الشاشه عباره عن تشكيله من الخضار، جزر مسلوق، بطاطس مسلوقه، بيض مسلوق، بسلة حسب الرغبة إذا وجدت، فلفل ألوان، بقدونس ناعم، شوية زعتر، مايونيز، مستردة، قليل من الملح وليس كثيرا. الرز هنا جاهز، اطلع الرز لما يستوي هنغطيه. الله، يلا بينا. هو ده، تعالوا مع بعض نعمل السلطة. حلوة أوي. على نفس البلانشة ونفس السطور هشتغل. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بنجيب الخضار بتاعنا المتقطع ده واللي شكله حلو ده، بنحطه فيه بولة من الإزاز، طبق التقديم بتاعنا. ممكن نحط مع السلطة دي تونة، نحط صدور فراخ حسب الرغبة. خلونا نجهز الدريسنج بتاعها اللي هو مايونيز، مستردة. ادي المايونيز، مستردة. مستردة على فكرة قيمتها الغذائية عالية جدا. المستردة في السوق انواع، اللي هي حبوب الخردل المطحونة. المستردة بتيجي من حبوب الخردل، بذور الخردل المطحونة، منها بذور خردل بتبقى موجودة، ومنها بيكون معجون المستردة اللي معانا ده كده. قليل من الملح، عصرة ليمون، فص ثوم ناعم. ثوم مع السلطة يا شيف طبعا. فايدة الثوم الني في السلطة تسريع الدم وتنشيط الدم في الدورة الدموية، وخاصة الأجزاء الدقيقة من الجسم. زيت زيتون يساعد على الهضم وليونة المعدة وسهولة المعدة في الهضم. حلو قوي. أصبحت إن السلطة دي فيها عناصر غذائية كتيرة قوي. رشة فلفل أسود. هاخد التتبيلة الحلوة دي كده أقلبها. مش لازم مضرب. حلو قوي. لا مش هحط بصل خالص. انت عايز تحط بصل، ممكن بعد ما نغرف السلطه نحط عليها شرايح من البصل، ننقع شرايح البصل في الخل ونزين بيها السلطه، اختياري. ولكن انا ما بفضلش اضافه البصل للمايونيز بالذات. تتبيله حلوه. بناخد السلطه الحلوه دي كده، اللهم صل على النبي. ادي البطاطس،
فلفل جزر، فلفل أخضر، جزر، بطاطس، بقدونس. لا مش هنزل بالبيض دلوقتي حبيبي يا مخرج. البيض ده هنزين بيه السلطة بعد ما نغرفها. نقلب الخليط ده كده. شفتي وقفتك في المطبخ رايقه ازاي؟ اول حاجه بدات بيها الفراخ، تبلتها، سيختها، حطيتها في الفرن بتستوي. انا عايزك تقف في المطبخ بنفس الترتيب ده ونفس النظام ده عشان ما تقفوش في المطبخ وقت كبير. الدنيا حر، عندك طبعا مسؤوليات تانيه ومهام تانيه، ترتيب بيتك، داخلين على مدارس وتطلبات اولادنا، فمش هنقضي وقتنا كله في المطبخ. احنا معانا شيف شاطر دمه خفيف ما بيبطلش كلامه وهو شغال، دايما بيشوقنا للقناه الاولى، ما بيخلناش نروح في اي مكان طول ما البرنامج شغال عشان نقدر نستفيد. حلو قوي. للامانه في حاجه في المقادير مش مكتوبه يا استاذه رحاب بعد اذنك، بس هي جت على بالي دلوقتي بضرب عينيا الشمال شفتها. شويه مكسرات، ممكن تحطي عين جمر في السلطه دي مطحونه، ممكن تحطي لوز، ممكن تحطي فول سوداني حسب الرغبه. فانا شفت قدامي على شمالي لوز مطحون، ايه المشكله لو حطينا شويه لوز؟ يا مزاج اللوز. ليه يا عم الشيف؟ اوميجا 3 في المكسرات وخاصه اللوز. الزهايمر، وداعا للزهايمر اهو، وكبار السن بما ان السلطه دي تناسب كبار السن لسهوله مضغها وهضمها. خضار مسلوق، هنغرف السلطه دي كده يا عم الشيف. تتغرف ازاي؟ طبق لطيف كريستالة حلو كده تكون جايباه من المصروف، نحط في ارضيته خس. الله اهو، والخس يظهر من الجناب كده، ده برزنتيشن. شفت الشهاوة؟ اهو لوحة فنية. وننزل بالسلطة دي كده يا عم الشيف في قلب الطبق. تدوري في كتاب، تدوري في قاموس، تدوري على عم جوجل، انسي، ولا عدت على جوجل لا الطريقة ولا المدرسة ولا المعطيات ولا المطلوب إثباته. حلو. معانا بيض مسلوق، تأكلي الولاد واصحابهم. ناخد البيض ده كده يا عم الشيف. الله، حلو اهو. سلطة فيها كل حاجة ممكن تدور عليها، أوميجا 3 يعني جمبري، ألياف موجودة، معادن موجودة، كالسيوم موجود، بروتين حيواني موجود. يا عم هو البروتين الحيواني لازم لحمة؟ مش لازم لحمة، احنا واخدين فكرة عن البروتين الحيواني لازم أشوف هوبر بيقول له هو أنت حاطط فيها فراخ ولا لحمة؟ ما هو البيض بروتين حيواني. حاضر، ناخد بعدها نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف الصورة الحلوة اللي على الشاشة دي. رز سلطة على طريقة الشيف المغازي، ممكن تحط لها صدور فراخ أو تونة حسب الرغبة أو أنشوجة. مطبخنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة، تكلفة مالية لا تتعدى جنيهات. عملنا فكر طهوي جديد، عملنا فراخ مشوية على السيخ وقدمنا معاها شوية رز أبيض حلوين، عملنا سلطة فيها كل العناصر الغذائية لكبار السن سريعة الهضم وسريعة المضغ. عملنا حلو، فكرته بسيطة وسهلة ولكن القيمة الغذائية بتاعته تعلو قمة الهرم في ارتفاعه وشماخته. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا عم الشيف؟ من ماسبيرو. We'll be right back.
We'll be right back.